خير دكتور خالد. مساء الخير يا استاذ عزه، تحياتي لحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك دكتور خالد. اهلا بحضرتك. انا سؤالي لحضرتك في البدايه، هل الاقبال على التطعيم، انا بالمناسبه خدت التطعيم وهقول للساده المشاهدين تفاصيله بعد ما اخلص مع حضرتك، هل الاقبال المصريين في التسجيل للتطعيم واللي تم تطعيمهم بالفعل، هل اصبحنا رقم ولا مازال الرقم ضعيف؟ احنا محتاجين نعمل دعوات كامله ومتكرره للناس انها تسجل وتروح تطعم. الحمد لله في اقبال على عمليه التسجيل لتلقي اللقاحات زادت بشكل ملحوظ خلال الفتره الاخيره. نعم. وده طبعا يعني بعد حضرتك عارفه ان اول يعني دايما الحاجه الجديده لها مخاوفها، ولكن لما في عدد كبير من المواطنين الحمد لله تلقى اللقاحات والاطقم الطبيه وكبار السن، وما كانش فيه اعراض جانبيه شديده او حتى متوسطه، كلها اعراض خفيفه جدا. نعم. لا اذا وجدت يعني، فده بس نوع من انواع الطمانينه عند المواطنين، بالاضافه طبعا الى التطعيم القياده السياسيه وتطعيم دوله رئيس مجلس الوزراء والساده المسؤولين والشخصيات العامه. نعم. ده برضه ايضا وفر او اثر في بس روح الطمانينه عند المواطنين. فالحقيقه في الفترة الأخيرة الإقبال على التطعيم زاد بشكل ملحوظ. وصلنا العدد كويس دكتور خالد؟ يعني احنا عندنا سجل أكثر من 3 مليون مواطن على موقع سجل الخاص بوزارة الصحة. كويس كويس. في عدد كبير من المواطنين، حوالي قرابة 2 مليون مواطن راح لهم رسائل، وصلهم رسائل بالموعد والمكان المخصص لتلقي اللقاح. نعم. وفي منهم حوالي 1,500,000 من 2 مليون اللي تلقوا الرسائل. نعم. قرابه 1,500,000 تلقوا تطعيم. احنا اعتبارا من احنا بنستهدف رقم اكتر من ده بكتير، مش كده برضه يا دكتور خالد؟ اكيد. نعم. طبعا، واحنا زودنا عدد المراكز اللي بيتلقى من خلال المواطنين التطعيم، احنا وصلنا ل 400 مركز على مستوى الجمهوريه، بخلاف المركز اكبر مركز عندنا في ارض المعارض، وان شاء الله بنشتغل مركز ارض المعارض اشتغل. شغال يا فندم من قبل العيد، وفي تمام. حال اقبال المواطنين زاد عليه. بس لازم يبقى عشان الناس تبقى فاهمه يا دكتور خالد، ما ينفعش يروح اي مكان الا لما يسجل نفسه على موقع التطعيم الخاص بالوزاره. طبعا، واحنا اصدرنا بيان بالامس واكدنا على هذه المعلومه. أيوة. ونحن شائعه بتتردد بشان ان المواطن ممكن يروح ويسجل وهو هناك او يروح بدون التسجيل، ده كلام غير صحيح. ده سيستم. نعم. منظومه عمل كامله وموحده على مستوى الجمهوريه. نعم. الموقع الالكتروني اللي حضرتك بتعرضيه دلوقتي على الشاشه. ايوه. الموقع منظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا، والموقع الوحيد اللي من خلاله يقدر المواطن يدخل بكل سهوله يسجل. نعم. وبعد ما يسجل بيجيله رساله بالموعد والمكان المخصص له. لن يتمكن اي مواطن من التطعيم او اي أيوة. من تلقي اللقاح الا بهذه المنظومه او باتباع هذه الخطوات، التسجيل. نعم. ثم تلقي رساله او استقبال رساله بالموعد والمكان المخصص له، ثم يذهب لتلقي اللقاح طبقا للاماكن اللي هو بيسجلها الاقرب اليه. ويمكن اضفنا كمان خدمه انه احنا لما المواطن بيختار مكان بنوضح له وهو بيختار ان المكان ده فيه كثافه عاليه او انتظار، المكان ده فيه كثافه قليله، المكان ده بدون كثافه، عشان يبقى المواطن عارف وهو رايح. طب هايل انه المكان اللي هو اختاره ده هيبقى زحمه، هيبقى فحضرتك بتوجهه للمكان الفاضي اكتر، كل ده بيبقى واضح. وده طبعا يعني الزياده او الاقبال على تلقي، احنا ان شاء الله من صباح الغد زودنا عدد الرسائل اللي بتروح للمواطنين، يعني كنا بنبعت حوالي 200 رساله لكل وحده، بقينا نبعت او هنبعت 250 رساله لكل وحده او مركز، ومن 350 ل 400 رساله لكل مستشفى. وبالتالي واحنا بنستهدف طبعا في مركز زي ارض المعارض بالضخامه دي وبالحجم ده ان هو يطعم 10,000 مواطن يوميا. ان شاء الله جاري البحث مع الساده المحافظين في 27 محافظه لتخصيص مراكز او اماكن نقدر نعمل فيها مراكز بضخامه مركز ارض المعارض تستوعب اعداد كبيره من المواطنين بمنطقه يعني كبيره وجيده التهويه ومفتوحه للمواطنين كمنطقه انتظار. نعم. زي مركز ارض المعارض عندنا اتوبيسات بتنقل المواطنين من الداخل من الخارج الى الداخل مجانا طبعا لتلقي اللقاح. عندنا طبعا ايضا عربيات جولف كار لخدمه المواطن، وعندنا منطقه كبيره وباركنج كبير، فده بيسهل على المواطنين تلقي اللقاح
بشكل محترم او بشكل ادمي يستحقه المواطن. طبعا ده كله مربوط بالتدفقات اللي جايه من اللقاح تقبلها. نعم. بس يعني احنا زي ما ذكرت معالي الوزيره اليوم في اجتماع مع دوله رئيس مجلس الوزراء ان التدفقات احنا وصلنا لاكثر من 5 مليون جرعه استقبلناها من اللقاحات من الاماكن المختلفه او من الانواع المختلفه زي لقاح سينوفارم او لقاح استرازينيكا. نعم. وان شاء الله خلال الايام القليله القادمه من المنتظر وصول ال 1400 لتر من لقاح ساينوفاك للتصنيع، وهيكون في نفس الطياره ان شاء الله من منتظر وصول 500,000 جرعه اخرين من لقاح ساينوفارم. نعم. وان شاء الله مع بدايه شهر يونيو المقبل ان شاء الله مستنيين ان احنا نستقبل 1.9 مليون جرعه من تحالف كوفاكس و2 مليون جرعه اخرى من لقاح الساينوفاك زي ما اشرت لحضرتك. نعم. وخلال الايام القليله الماضيه استلمنا 1,800,000 جرعه من كوفاكس ضمن اتفاقيه الجافي او تحالف الدولي للتطعيمات، واستقبلنا ايضا 500,000 جرعه من لقاح ساينوفاك. وان شاء الله احنا تعاقدنا بالفعل على لقاح سبوتنيك الروسي. نعم. يعني في انتظار التدفقات اللي هتيجي على 10 مليون جرعه. نعم. على قطارات، وايضا لقاح جونسون اند جونسون ان شاء الله يكون في توريد من المفترض ان يكون في الربع الاخير من العام الحالي، لكن في تفاوض مع الشركه لسرعه توريد جرعه بشكل مبدئي. هستاذن حضرتك بس يا دكتور خالد نزلوا الصور يا جماعه لان انا مش سامعاكم للاسف، معلش. لا انا بتكلم على الصور بشكل عام، لا انا بكره هتكلم على التطعيم بتاعي عشان الوقت، انا فاكره ان انتوا عندكم صور لحاجه مخصوص. طيب دكتور خالد، كان لطيف جدا ايضا انه اتحاد الصناعات، سياده الوزيره قالت انه اتحاد الصناعات اتفق مع حضراتكم كوزاره صحه لتطعيم العاملين في المصانع ضد فيروس كورونا، ده مهم جدا. الحكومه كمان اعلنت عن بدء تطعيم اصحاب، هتبدا بدء تطعيم اصحاب المعاشات والسجناء يونيو المقبل. كويس. بالفعل ده يعني في كيانات كبيره زي اتحاد الصناعات. نعم. الحقيقه السيده وزيره الصحه تلقت او تواصلت مع رئيس اتحاد الصناعات المصريه. وتم الاتفاق على تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات بيقدم من خلالها خدمه تطعيم العاملين بكل المجمعات الصناعيه. نعم. بخطة طبعا محددة. صحيح. في الوقت أكيد. نفسه هيكون في سيارات قوافل. ايوه. تابعة لوزارة الصحة والسكان. أيوة. هتتمركز عيادات هتتمركز عند أماكن صرف المعاشات. هايل. كل ده لازم يكون مسجل الأول يا جماعة. طبعا. لازم تكون طبعا. مسجل طبعا. الأول على الموقع. هي عملية لا نقاش فيها. نعم. السيدة وزيرة الصحة تواصلت مع رئيس اتحاد البنوك والسادة رؤساء مجالس البنوك. ويعني تم الاتفاق ايضا على تمركز السيارات بالقرب. نعم. من اماكن المعاشات، وهيدونا اتاحه 3 ايام في والناس بتاخد معاشاتها. خلال ال3 ايام دول هتبقى العيادات متمركزه وموجوده بحيث ان احنا نوفر للمواطن الخدمه وهو بيتلقى خدمه اخرى في الدوله. نعم. وهو بيصرف معاشه بيتلقى التطعيم تيسيرا على المواطنين، وده توجه ويمكن احنا طبق وزاره الصحه ايضا. نعم. الاتفاق مع قطاعات البترول. نعم. ايضا بتخصيص اماكن وتمركزات. نعم. عندهم لتطعيم العاملين في البترول زي العاملين في قطاع السياحه، لان دي حاجات كلها بتحافظ على. انا بشكر حضرتك جدا، للاسف انا وقتي خلص بس كنت حريصه على دخول حضرتك معانا دكتور خالد، يعني بشكرك على وقتك وعلى كل هذا التوضيح، ونتواصل مع حضرتك ان شاء الله في الايام المقبله لمتابعه هذا الملف. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونشوفكم بكره على خير مع تحياتي عزة مصطفى.